السلام عليكم الوريدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في تمام الصحه والعافيه ان شاء الله. كنشكركم دائما على الفيديو اللي قبل، على التعاليق اللي كتخليو ليا. شكرا لكاع الناس اللي انضموا لينا جداد على القناه، وكذلك ما كرهتش حتى العائله ديالي ديال الانستغرام تكبر وتعرفوا عليا اكثر تما. فكيف ما كتشوفوا كنحط صور الوصفات وكذلك صور شخصيه، وكنشارك معكم حتى الاشياء اللي كتعجبني كنبارطاجيها معكم تما، سواء في فيديوهات قصيره للانستغرام او لا في لي ستوري. المهم تما غادي يعجبكم الحال بزاف، فكنقول لكم تشجعوا، قادوا الانستغرام وتبعوني تما، مرحبا بكم كاملين. بالنسبه للفيديو ديال اليوم كنقدم لكم فيها التورته اللي رائعه جدا واقتصاديه بدون كريمه، كتجي جد رائعه في المذاق. كنتمنى انكم تجربوها، ومن اربع طبقات فبامكانكم ديروا غير جوج طبقات، فكل شيء غادي تلقاوه في الفيديو. فكنتمنى انكم تتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنساوش ليا اللايكات من الاول. شكرا لكم بزاف على حسن المتابعه، وشكرا على التعاليق ديالكم، وشكرا على اللايك ديالكم، وفرجه ممتعه. بالنسبه لمقادير الكيك فهما جد اقتصاديين. هنايا غندير كل طبقه بوحدها، بالعود ما غادي ندير يعني خليط واحد، فانا غادي نقسم الخليط من الاول باش تجيني الكيك ديالي متساوي. مهم هنا درت بيضه وحده وساشي الفانيلا. غادي نحتاج كذلك معلقه صغيره ديال الخل، وطبعا السكر الخشن. غادي نحتاج اربع ملاعق كبار، يعني ما يكونوش مملوئين تاني بزاف بهاد القياس هذا. وغادي نحتاج قبيصه ديال الملحه، وغادي نخلط ما بين البيض والسكر حتى كيتفاعل ليا وكنحصل على واحد الخليط اللي هو ابيض على شكل كريمه بهذا الشكل هذا، باش كتنجح معنا الكيك. ودابا غادي نضيف الزيت، غادي نضيف جوج ملاعق كبار فقط، وكذلك الحليب غادي نحتاج اربع ملاعق فقط ديال الحليب. وبنفس المقادير يعني كنوجد طبقه الكيك للطبقه الثانيه، يعني بنفس الطريقه وبنفس المقادير. الا بغيتو نتوما ديروا غير طبقه واحده فيكفيكم هاد المقادير. هنايا غادي ندير في المجموع اربع ملاعق ديال الدقيق الابيض الممتاز. هنا درت غير ثلاثه، مازال غادي نضيف الرابعه. وبالنسبه للدقيق فكيبقى على حسب نوعيه الدقيق والجوده ديال كل دقيق. فهنايا قلت لكم اربعه الملاعق، ولكن نتوما عينكم ميزانكم الملعقه الاخيره. وبالنسبه لهاد الكيك انا غادي نديرو بالشوكولا، بمعنى هنا ناقصني واحد شويه، يعني غادي نحتاج الا كنت غادي نديرها باللون الابيض غادي نحتاج نص ملعقه مملوءه بهذا الشكل. بما انني انا غادي نديرها بالكاكاو فغادي نضيف نص ملعقه مملوءه الكاكاو، فهمتوني؟ والمول هنا كنكون ديجا دهنه بالزبده ودايره لي البابي. وعندي هنايا هذه كاضافه بامكانكم ما ديروهاش، عندي اللوز، عندي رابعه قسمتها على جوج، يعني كل طبقه غندير فيها نص رابعه. غادي نهرمشو في الهاشوار باش غادي نديرو مع الكيك ديالي، وهكا كيجي الكيك بنين وكيعطي فيه واحد القرمشه لي زوينه. فجربوه غادي يعجبكم بزاف بزاف، وكيجي الكيك يعني رائع صراحه بالمذاق ديال اللوز. فكيف ما شفتوا معايا كنتابع الخلط. وهنا كيف ما قلت لكم راه ديجا دهنت المول ودرت ليه ورق الفرن، وغادي نخوي الخليط ديالي وانا هاز الزيديه. وبالنسبه ملي كندخلو للفرن فانا كنشعل عليه لتحت، يعني غير كندخل الكيك كنشعل لتحت، حيت الكيك فيه غير بيضه وحده دغيا غادي يطيب. حتى كتبان لي الكيك بدات طالعه عاد كنشعل الفوق باش ما تجينيش في هذيك التقوقيبه، فهمتوني؟ تجيني الكيك يعني صامته. وهنا غادي ندوز باش نوجد الكريمه. فكيف ما قلت لكم الا كنتو غديروا غير طبقه وحده ممكن ديروا غير لتر يعني نصف لتر كافي. هنا غادي نوجد السيرو اللي فيه ثلاثه سكرات، جوج كيسان ديال الماء وفانيلا، وغادي نخليهم يتبخوا وحكيت معاهم قشور ديال الليمون باش غادي نسقي الكيك ديالي.
فهنايا انا غادي ندير لتر، بما انني غندير جوج طبقات، وغادي نضيف كذلك السكر الفانيلا والسكر الخشن اللي غادي نحتاج 6 ملاعق. في نصف لتر ممكن تستعملوا غير 3 ملاعق فقط. وبالنسبه لكريم باتيسير ممكن تستعملوا مايزينا، غادي ندير 4 ملاعق. في كل نصف لتر كديروا 2 ملاعق. فصراحه انا ما كنظنش ان كاين شي واحد كيوضح هاد التوضيحات بحال هكا. وبالنسبه لهنا عندي الشوكولا ابيض، يعني عندي 9 قطع او 8 قطع، وعندي كذلك 2 علبة من دانيت كراميل. غنخلي هادشي حتى الاخر. دابا غنخلط المكونات جيدا، وغادي نقسم الخليط الى قسمين، حيث خليط غادي نخليه يعقد في الاول، وخليط غنخليه حتى المرحله الاخيره، فهمتوني؟ حيتاش يعني نتسنى حتى تبرد لي الطبقه الاولى، عاد بامكاني نزيد الطبقه الثانيه. فهنايا من بعد ما بردات لي الكيك كيف ما كتشوفوا، كنخليها حتى كتبرد تماما، وكنقلبها باش كتجيني الطبقه رقيقه، وكتجيني يعني صامته ورقيقه كيف ما كتشوفوا. كتجي رائعه الصراحه. هاد ممكن هاد الكيك ديروها غير بحدا الوليدات، راه كتجي خطيره بهاد اللوز اللي كنديروا فيها. فهنا كنحاول نبسط يعني نضغط عليها باش كتقاد ليا في المول، وعاد كنبدا نسقيها بدك يعني السيروم اللي وريتكم. وهنا الخليط ديالي ها هو كيعقد، وانا كنخلط بسرعه، والبوطه كتكون متوسطه. في هذه المرحله بالضبط من بعد ما كيغلى ليا الخليط، فكنضيف دانيت و4 قطع من الشوكولاته، وكنطفي النار وكنحرك بسرعه باش كينسجموا ليا العناصر، وكنخويه على الكيك ديالي مباشره، وكنخليه كياخذ ليا حراره المطبخ، وكندخله من بعد المجمد حتى كيبرد مزيان. دابا غندوزو باش نديرو الخليط الثاني اللي غادي نضيف عليه فلان ديال الفاني، ممكن تضيفوا فلان ديال الكراميل، فعليكم الاختيار. غنخليه يغلى، وغادي نخرج الكيك ديالي من المجمد. كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشدات ليا مزيان او لا جمدات ليا او لا بردات، فكنوضعوا الكيك ديالي من فوق منه. كيف ما كتشوفوا بقى لي واحد الفراغ، فانا شنو كندير، كنبسط الكيك واحد شويه بيدي، وكنرجعها فوق الطبقه ديالي، وكنحاول نقادها مزيان. هكا كنضمن ان الجوانب تسدوا، وما غاديش يدوز ليا الخليط ديال الطبقه الرابعه على الكيك. وهنايا غادي نسقي الكيك ديالي كيف ما درنا في الطبقه الاولى. وهنايا كيف ما كتشوفوا في هذه المرحله، كيف ما قلت لكم ملي كيغلى عاد كنضيف دانيت والشوكولا. صافي طفيت النار، كنخلط حتى كيدوب ليا الشوكولا. وهنا كيف ما كتشوفوا يعني جاتني القياس ديال المول ديالي تماما. كذلك بنفس الطريقه نخليه ياخذ لي درجه حراره المطبخ، وندخل المجمد، وندوز نوجدوا الطبقه الاخيره اللي هي صلصه الكراميل. بالنسبه لصلصه الكراميل، عندي هنا كاس الا ربع من الحليب الدافئ. الربع هو اللي درت في هذه الجبانيه اللي غنخلط فيه مايزينا، يعني خاصو يكون هذاك الربع بارد. عندي كاس الا ربع من السكر، ملعقه كبيره من الزبده. فغنجيب كاسرول وغندير فيها السكر الخشن، وغادي نوضعو على النار مهيله مهيله، كنأكد تكون مهيله باش كيتكراميليز لينا. فهنايا في داك ربع يعني الربع ديال الحليب، فانا ضفت ملعقه كبيره من مايزينا، وكنخلطها مزيان مزيان، حيت الا درتها والخليط سخون غادي تكتل ليا. كيف ما كتشوفوا هنايا ها هو بدا كيتكراميليز ليا. فشنو كندير، كنبدا نخلط بهذه الطريقه، وما كنقيش بالمره بالمعلقه او بشي حاجه حتى كيتكراميليز كامل على هذا الشكل هذا. عاد كنستعمل المغرفه ديال العود او لا هذه ديال العسل كيف ما كندير انا. فمن بعد ما كي يتكراميليز كامل، علاش كنقول لكم ضروري تنقصوا البوطه حتى للحد، حيت الى تحرك كيولي مر.
هنا بديت كنضيف الكأس الى ربع ديال الحليب الدافئ، واخا غيتعاودي تكراميليزي ليكم اولا غيقصح واحد شويه ماشي مشكل، غير ساعفو معاه وملي تكملوا الكأس كامل تخويوه، يعني عليو النار مره، عليو النار وحركو مره نقصوها، فهمتوني؟ مره عليوها مره نقصوها حتى غادي يدوب مره اخرى كيف ما كتشوفوا هنايا. ضفت المايزينا وكذلك المايزينا اللي خلطنا مع الحليب وكذلك ملعقه كبيره من الزبده. هنا كنقص البوطه حتى كنخلط الخليط مزيان وكتنسجم لينا العناصر مع بعضياتها، وعاد كنرفع النار الى المتوسطه وكنخلط جيدا بهذا الشكل هذا. ما كنحيدش يدي من على النار يعني من على الكاسرول، وانا كنحرك حتى كيولي يغلى ليا بهذه الطريقه ونحس بيه راه ثقال، وكنطفي النار ديالي. وهنايا كنخرج الكيك من المجمد، كتكون شدات راسها مزيان فكنديمو ليها. كنحاول نساعد بالسكين ونبدا ندي ونجيب فيها بحال هكا باش ما تخسرش ليا بهذه الطريقه هذه، يعني كتكون ساهله ملي كتكون الكيك بارده فما كتصعبش عليكم انكم تديمو ليها. فكيف ما شفتوا فالطبقات صراحه كتجي زوينه. وهنايا كنجي وكنخوي الكريم كراميل اللي قادينا مع بعضياتنا. بالنسبه لهذا الكريم كراميل ممكن تستعملوه في جميع انواع الحلويات، فهو كيجي زوين ممكن تزوقوا به اي حاجه بغيتوها. فغادي نبدا نقاد بالشكل اللي انا بغيت، ممكن تنتوما تقادوا باي طريقه تتريحكم. فهنا خويته كامل وكنجيب ملعقه وكنبدا نسرح فيه وكنبدا ندير بحال الشكل ديال الدميعات هابطين، فانا فضلت ندير دوك الدميعات، نتوما ما بغيتوش ما ديروش. كيف ما كتشوفوا فالمذاق ديال الكريم كراميل كيجي زوين في التورته هذه. فهنايا غادي نكمل بنفس الطريقه ونرجع لكم. وهنا كنحاول نقادها بهذا السباتول هذه باش ندير الشكل اللي انا بغيت. كنجيب ملعقه صغيره وكنبدا ندير بحال الامواج بهذه الطريقه هذه. فقط فكره وطاحت لي على بالي ودرتها، ممكن نتوما تخليوها يعني عاديه وتزوقوا باش بغيتوا. فهنايا انا جبت لوز ايفيلي، ممكن ديروا كاوكاو ممكن ديروا فيرميسي، المهم اللي موجود عندكم. غادي نحاول نحمر واحد شويه وغادي نبدا نقاد فيه في جوانب الكيك بهذا الشكل هذا. والكيك ديالي من بعد ما انتهيت منها كيفاش كتجي صراحه رائعه، لا في المنظر ولا في المذاق. فكيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري كل وحده والرغبه ديالها والذوق ديالها. ممكن ديريها في العيد في المناسبات، انا درتها ودرتها حتى لوليداتي في عيد ميلاد يعني فرحت بيهم، كتجي رائعه جدا بارده ديال هذا الجو هذا. وكنقول لكم الصحه والراحه، شوف كيفاش كتجي من الداخل ديالها. غادي نحاول نقطع لكم بالفورشيط باش تشوفوا كيفاش كتجي، يعني كتجي هشيشه بزاف واللي كيعطيها واحد الطعم خاص هو هذاك اللوز اللي درنا في الكيك. فانا متاكده انكم غتجربوها ولو غير بطبقه وحده. دائما كنقول لكم اي حاجه كنحطها لكم جربوها في مقادير بسيط، ماشي بالضروره يعني اربع طبقات. كيف ما قلت لكم انا درت اربع طبقات حيت كنت باغا نفرح بولدي، كان نهار 15 لانيفيرسير ديالو. فالله يخلي لكم وليداتكم والله يفرحكم بهم. وشكرا على حسن المتابعه وشكرا على الدعم ديالكم وشكرا كذلك على اللايك ديالكم. خليت لكم الراحه الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم. نسائم الايمان من واحة القرآن، نبغي رضا الرحمن والفوز بالجنان. من محكم التنزيل أتى الهدى للجيل، أتى به جبريل يتلوه للأزمان. نسائم الإيمان من واحة القرآن.